مرحبا بالجميع، سأريكم اليوم كيف قمت بترتيب منزلي لشهر رمضان. أولا أخرجت قطعة القماش ووضعتها على الطاولة، هذا ما اشتريته من فورديل ب10 ريالات. ثم اشتريت بعض الأنوار، إنها بسيطة جدا وجميلة. اشتريت أيضا ضوء القمر، إنه أيضا ب10 ريالات. واشتريت هذه السلسلة الطويلة من الأنوار أيضا من فورديل، فقط ب29.9 ريال. الأشياء رخيصة جدا والنوعية جيدة أيضا. علقها حول المرآة ثم انقر على الشمعة. نعم هذا جيد، سيكون تشغيل الأنوار في الليل لطيف بشكل خاص. إذا كنت ترغب في شراء نفس المنتج فيمكنك شراؤه على فورديل.